لشنو يرمز تاريخ 7 نوفمبر في تونس؟ 7 نوفمبر هو تاريخ الانقلاب اللي قام به الوزير الاول زين عابدين بن علي على رئيس الجمهوريه في بورقيبه. في 7 نوفمبر 1987 بن علي فعل الفصل 57 من دستور 59 واللي يقول انه في حال شهور او مرض رئيس الجمهوريه يتولى الوزير الاول منصب رئاسه الجمهوريه. بن علي اعتمد على تقرير طبي حضرته مجموعه من الاطباء ويقولوا انه الزعيم لحي بورقيبه غير قادر على مواصله مهامه. وقتها قام بوضعه في الإقامة الجبرية وتولى هو منصب رئيس الجمهورية. بن علي كان زيد وزير داخلية وعاونوا في الانقلاب هذايا وزير الدفاع الوطني صلاح الدين بالي وأمر الحرس الوطني لحبيب عمار، وأصدر بيان سميه بيان تحول مبارك أو بيان تغيير، وعد فيه تكريس دولة القانون والمؤسسات وباحترام الحقوق والحريات وبناء دولة ديمقراطية، الوعود هذه اللي محترمهاش عام 91 و92. عام 89 ترشح بن علي للانتخابات الرئاسية وساندته المعارضة بما في ذلك الإسلاميين والمنصف المرزوقي وربح بنسبة 99%. كيف قيس سعيد عمل استفتاء وربح فيه بنسبة 94%. الشعب وقت ربح بن علي خرج يصفق وفرحان وبعد ندم. زعما في عهد قيس سعيد باش يندم؟